وعن تمويل قطر للإرهاب حول العالم نقرأ من الجزيرة السعودية. قطر وخالد شيخ محمد وغزوة منهتن. مقال لمحمد آل شيخ يقول فيه: فضائية سكاي نيوز عربية بثت فيلما وثائقيا بالدلائل والشهود يثبت أن هجمات منهتن الشهيرة في 11/9/2001 كانت قطر وراءها، وكان العقل المدبر لها إرهابي باكستاني ولد في الكويت من أبوين باكستانيين اسمه خالد شيخ محمد، وكان يعمل في قطر. أما العقل الممول لهذه العملية الشيطانية الإرهابية فقد كان عضوا في الأسرة الحاكمة القطرية، شغل منصب وزير الأوقاف قبل انقلاب حمد على أبيه، وشارك في التخطيط للانقلاب. عينه حمد بعد نجاح الانقلاب أولا وزير دولة لشؤون الداخلية ثم وزيرا للداخلية، واسم هذا الوزير عبد الله بن خالد الثاني. وقد ظل عبد الله هذا في منصبه إلى عام 2013، وبعد أن تنازل الأمير الأب لولده تميم تم إعفاؤه. الفيلم الوثائقي معد بحرفية بشكل الذي جعله بما لا يدعو مجالا للشك أن الباكستاني خالد شيخ محمد والقطري عبد الله بن خالد الثاني هما المسؤولان عن التخطيط للفكرة وتمويلها وتنفيذها، وهم مجرد بيادق لا أكثر ولا أقل في هذه العملية. خالد شيخ محمد تم القبض عليه في باكستان وسلم للسلطات الأمريكية، وأما زميله عبد الله بن خالد الثاني فما زال يعيش في قطر ويتحرك بحرية ويستضيف في مزرعته في الدوحة أكثر من 100 إرهابي مجرم على مرأى من السلطات القطرية، التي فيما لو واجهت له أي تهمة في هذه القضية بالذات لأصبحت قطر بقضها وقضيدها مسؤولية مباشرة عن تلك العملية التي ما زالت أصداؤها ملء السمع والبصر حتى الآن. وسؤال الذي يطرحه كثيرون بعد أن بث هذا الفيلم الموثق: طالما أن قطر الرسمية ممثلة في وزير داخليتها ضالعة في القضية إلى هذه الدرجة، ولدى الحكومة الأمريكية كل تلك المعلومات والوثائق والمؤشرات التي يسند بعضها بعضا التي ترقى بها في المحصلة النهائية إلى القطع واليقين، فلماذا لا تحاسب قطر وتوضع في بؤرة الاتهام؟